جون كوكتو بلحمه وشحمه في المنزل الذي توفي فيه قبل حوالي نصف قرن. نحن في مدينة ميلي لافوري على بعد نصف ساعة من جنوب باريس. هنا لجأ الشاعر والفنان الفرنسي هربا من زوبعة النجاح عام 1947. C'est sa maison, c'est la maison qu'il a voulu. هو منزله، المنزل الذي أراد، المنزل الذي اشتراه أولاً مع جان ماري، وبعد انفصالهما عاش في هذا البيت مع إدوارد إرميت حتى رحيله مدة طويلة جداً جداً. في الإجمال عاش جان كوكتو 17 عاماً الأخيرة من عمره هنا. بعد موته أغلقت أبواب المنزل بغرفة نومه وصالونه ومكتبه بالمفاتيح، منزل تطلب ترميمه 5 أعوام وحوالي 5 ملايين يورو. اليوم يعطي فكرة عن نمط حياة هذا الفنان المتعدد المواهب والذي لا يعرف عنه الجمهور الكثير. كان ربما يكتب في الطابق السفلي الذي نراه خلفي والذي يطل على الحديقة. كان يرسم في الطابق الأول حيث تقع غرفة نومه، الغرفة التي كان ينام فيها، إذ أعتقد أن النوم والحلم كانا يمليان عليه الرسم. وأخيرا كان يرسم اللوحات الدهنية في أعلى المنزل. الطابق الأعلى تحول إلى قاعة عرض بفضل 500 عمل لكوكتو الذي احتفظ به رفيق دربه إدوارد إرميت تحسبا لإنشاء متحف مكرس للرجل الفنان، من بينها أعماله السينمائية كالجميلة والوحش أو وصية أورفيوس، ولكن أيضا تماثيل وصور لكوكتو من إمضاء أكبر فناني الفن المعاصر. لدينا في نفس الزاوية صورة لكوكتو التقطها جاكي ميل بلانش، وفي الزاوية الأخرى صورة بإمضاء أندي واغول، صورتان، واحدة تعود لعام 1912 والأخرى لعام 1983، أي أول وآخر القرن، وهو بالضبط ما أردنا القيام به هنا، الجمع بين التراث والحداثة. الاحتفاظ بذاكرة حية لكوكتو وإعطاء عمر جديد لهذا الفنان المتعدد الأوجه، إنه بمثابة صدى لما نقش على قبره. سأظل معكم.